Ha 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 ha! ازيكم يا جماعه عاملين ايه ورجعنا لكم مع مراجعه فيلم هاتشينج الفيلم بطولة سيري سولينينا وسوفيا هيكلا وياني فولنان ورينو نوردن والفيلم كتابة وإخراج هانا بيرجم بالنسبة للمخرجة ده يعتبر أول فيلم طويل تخرجه بعد ما كانت متخصصة في كتابة وإخراج الأفلام القصيرة. الفيلم إنتاج فنلندي واتعرض أول مرة في مهرجان السان دانس للأفلام يوم 23 يناير السنة دي بعد كده نزل في عدد محدود من السينمات يوم 29 أبريل وعلى خدمات الفيديو أون من أسبوع. الفيلم بيحكي عن أسرة صغيرة مكونة من أربع أفراد الأب والأم وعندهم بنت صغيرة اسمها تينجا وطفل صغير اسمه ماتاياس والأم بتشتغل كإنفلونسر وبتسجل يوميات الأسرة على فيديوهات وبتعمل في علشان تبين للناس قد إيه هم أسرة سعيدة ففي يوم من الأيام وهم قاعدين وبتصورهم علشان تعمل الفي لوج بتاعها دخل عليهم فجأة غراب من الشباك فكل أفراد الأسرة حاولوا يمسكوه لكن فشلوا، فالغراب كان بيحاول يهرب فكل ما كان بيطير كان بيرتطم بحاجة في البيت فكانت بتتكسر لحد ما تنجا نجحت في الأخر ومسكت الغراب، فتنجا طلبت من والدتها إن هي هتطلع بره علشان تخلي الغراب يطير لكن والدتها رفضت وطلبت إن هي تجيب لها الغراب عندها وبيبتدي أحداث الفيلم. بالنسبة للمخرجة هانا بيرجم فالصراحة قدمت لنا مفاجأة ومفاجأة من النوع الجميل عشان اخيرا لقينا فيلم جديد من حيث القصة والفكرة والعجيب كمان ان الفيلم ده يعتبر اول فيلم طويل المخرجة تخرجه فتقريبا من حيث الاخراج مفيهوش غلطة فالمخرجة قدمت لنا شخصيات الفيلم بطريقة جميلة جدا وعن طريقتها في التصوير فكان جميل جدا عشان قدمت لنا كل التفاصيل المطلوبة بالاضافه لطريقه عرضها للقصة فكانت بتعمله بطريقه السلو بيرنا او على النار الهاديه عشان تزود نسبه التوتر والغموض عند المتفرج بطريقه تدريجيه وجميله اما بالنسبه لابطال الفيلم فكان تمثيلهم جميل جدا وخصوصا سيري سوليننا وسوفيا هيكلا فالاتنين دول بس هما اللي كانوا شايلين الفيلم من اوله لاخره ونجحوا ان هما يقدموا لنا العلاقه المعقده اللي كانت ما بينهم بطريقه سهله وواضحه اما بالنسبه لسوفيا هيكلا فكان تمثيلها اكتر من رائع عشان الصراحة أنا كنت بخاف منها أكتر من المشكلة الأساسية بتاعة الفيلم. الحلو كمان في الفيلم برغم إن الأحداث كانت بطيئة إلا إنها كانت لا تدعو للملل إطلاقا، علشان كان مدة الفيلم حوالي ساعة وتلت فأنا كنت شايف الصراحة إن هي كانت مدة مناسبة. أما بالنسبة للمؤثرات الخاصة في الفيلم فأنا كنت شايفها زي ما بيقولوا السهل الممتنع، عشان المخرجة لم تعتمد إطلاقا على خدع الكمبيوتر أو السي جي آي، لكنها في النقطة دي استعانت بجوستاف اللي مشهور كانيماترونيك ديزاينر او مصمم وخبير تحريك الاجسام فجوستاف اشتغل قبل كده في افلام جميله من ناحيه المؤثرات الخاصه من ضمنها سلسله افلام ستار وورز الاخيره وفيلم جوراسيك وولد فولين كينجدم وفيلم كلاش اوف ذا تايتان اللي كان نزل سنه 2010 فالصراحه كانت اضافه جميله جدا في الفيلم لكن للاسف كان في كذا حاجه ما كانتش قوي في الفيلم ده اول حاجه كانت ردود فعل الابطال تجاه المواقف اللي كانوا بيقابلوها فما كانتش مقنعة خالص ولا حتى طبيعيه. تاني حاجه للاسف كانت نهايه الفيلم، فالنهايه لوحدها ممكن تخلي المتفرجين ينقسموا لفرقتين، فريق ممكن تعجبه النهايه دي وفريق ممكن ما تعجبوش، لكن انا عن نفسي ما عجبتنيش النهايه علشان ما كانتش بنفس قوه الفيلم، خلاصه الكلام فيلم هاتشنج فيلم جميل لكني كنت اتمنى انه يكون افضل من كده، وبرشحه للمشاهده قبل ما السينما في هوليوود تاخده وتعمله ريميك. <applause> تقييمي لفيلم هاتشنج هو ستة ونص من عشرة واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه واللي اتفرجوا وما عجبهمش يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض وسلام